طبعا الطائرة اليوم هي في حقيقة في إطار استئنافنا للجسر الجوي للمساعدات الإغاثية إلى لبنان اللي بدأ منذ عدة سنوات لظروف وأحداث مختلفة. النهاردة وصلت هذه الطائرة، الطائرة دي محملة ب 22 طن من المواد الإغاثية مقسمة إلى مواد طبية وأخرى أدوية وثالثة إعاشة وإقامة. في الحقيقة هناك التزام كامل من مصر بتوجيهات من القيادة السياسية والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لأنه نقف إلى لبنان في هذه المرحلة كما وقفنا دائما، نسعى إلى تلبية احتياجاته، وبالتالي احنا بننسق بشكل مستمر مع الحكومة اللبنانية ومع لجنة الطوارئ للوقوف على احتياجاتها في محاولة لمعرفة ما هو الأهم وما هو العاجل بحيث نحن نلبي هذه الاحتياجات. اليوم طائرة وفي الأيام القادمة سوف تأتي أيضا يعني إرسالات أخرى محملة بالمواد الإغاثية ومواد الإعاشة وفقا لطلبات الجانب اللبناني وزي ما قلت بالتنسيق مع كافة الشركاء.